مرحبا بكم أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد انسحاب نسلهان أتاغول من مسلسل ابنة السفير لأسباب تتعلق بصحتها، توبا بي كوستن بطلة مسلسل ابنة السفير بجانب النجم إنجين أكيورك. يذكر أن توبا وإنجين اجتمعا سابقاً بمسلسل العشق والمال الأسود الذي حقق نجاحاً عالمياً وحصل على الكثير من الجوائز، وكان أكثر المسلسلات التركية تحقيقاً للمبيعات في الخارج. توبا نشرت صورة لها وأعلنت خبر انضمامها وكتبت: ستبدأ رحلة جديدة ومألوفة، شريكي السابق العزيز جداً إنجين، صديقتي آيلام، وعزيزي إمرا الذي التقيت به في سنواتي الأولى بهذا المجال، من دواعي سروري العمل مرة أخرى مع قناة ستار التي استضافت الكثير من مشاريع السابقة. أشعر بالحماس للقائكم بشخصية جديدة تماماً. أتمنى أن تكون هذه التجربة لنا جميعاً مثل أخذ نفس عميق في الهواء الطلق. شكراً، أراكم قريباً. ورحبت الصفحة الرسمية بالمسلسل بتوبا بهذا المنشور وعلقوا عليه: ستبقى قلوبنا في بحر إيجا مرة أخرى، توبا بي كوستن معنا، من الجيد ما فعلتيه، أهلا وسهلا بك، لقد أشرقت الشمس. قناة ستار العارضة لمسلسل ابنة السفير رحبوا بتوبا بي كوستن وكتبوا: أهلا وسهلا بك توبا بقناة ستار. أما سيناريست المسلسل فجاء ترحيبها بتوبا كالآتي: من الممكن أن أكون السيناريست الأكثر حظاً في العالم، روحي توبا، أشكرك جداً، لقد أشرقت الشمس، من أجمل أيام حياتي، أنا ممتنة لإيمانكم بنا، حياة جديدة ومثيرة لابنة السفير. هذا الخبر كان بمثابة صدمة مفرحة لجميع محبين توبا وإنجين وعشاق مسلسل العشق والمال الأسود لاجتماعهما مرة أخرى ولتناسق توبا وإنجين الواضح على الشاشة.